نحن الحمد لله تجاوزنا أخطر نقطة في المنطقة الفاصلة بين الجيشين الأوكراني والروسي. اجتزنا أولا حاجزا تابعا للجيش الروسي، تم إيقافنا والتحقيق معنا بشكل مطول، وبعد ذلك سمح لنا بالعبور. والآن نحن وصلنا إلى نقطة التفتيش الثانية التابعة للجيش الأوكراني، وهنا معنا المدنيين الذين كنا محاصرين معهم وتمكنوا أيضا من الخروج من هذه المنطقة. هذه هي العائلات الأوكرانية، التي كانت محاصرة معنا، والآن هم يبكون من الفرح. هذه دموع الفرح بعد تمكنهم من اجتياز أخطر نقطة في موقع الاشتباك بين الجيشين الأوكراني والروسي. إذن نحن الآن هنا مع الجيش الأوكراني الذي سوف هذا هو الجيش الأوكراني الذي سوف يقلنا. هذه السيارة التي كنا نستقلها في أول يوم للحصار، تعرضنا فيها لإطلاق نار. الرصاصة اجتازت هذه المنطقة فوق رأسي بنحو 10 سنتيمتر فقط، ولله الحمد لم نصب بأذى بعد استهدافنا لعدة مرات من قبل الجيش الروسي. والآن نحن في الحاجز التابع للجيش الأوكراني، واجتزنا بذلك أخطر منطقة عسكرية.